للتثبت في لكن يقول في الجسرين، يعني الرقم المتاح متاع المراقبين ضعيف جدا. مثال يقول في الجسرين فيها 310 مركز اقتراع، يعني 1550 مكتب اقتراع يلزمها 1550 ملاحظ، في ظل حصار الموجه الآن لشبكات المراقبة. كيف لك أن تراقب هذه؟ وأردف بسؤال آخر أستاذ معطر، ونرجو المحافظة على الهدوء أكثر حتى تصل الفكرة. أستاذ معطر، أنت مساند العياش الزمال، ونحن في القناة هذه ومعك احترامنا طبعا، كل يسعى لكسب أكثر ما يمكن، ما زال نهار ونهارين تم إمكانية باش تكسبوا من أصوات المحافظين. يقولك العياش الزمال لم يكن رافضا، وانتقيت كلماتي جيدا، لم يكن رافضا للانقلاب يوم 25 جويلية وإلى حدود آخر سبتمبر وقت العمل عريضة مع صافي سعيد، واعتقد نائب آخر نذكره النائب وقتها قال أنه لا يعترف بذلك. واحد، يعني العياشي الزمال لم يقلقه أنه الدبابة تسكر البرلمان الذي كان عضوا فيه، يطرح المشكل الآن من خلال استضفنا أستاذين جبابلي والأستاذة بن مبارك، يقول يطرح فكرة عام كامل يحكم بالمراسيم. صحيح يقول على معنى 2014، حتى سعيد حكمنا إلى حدود يكون نص عام بالمراسيم وهو ما زال من حاش الانقلاب. رابعا يقولوا لك أنه عناصر الحملة الانتخابية واللجنة القانونية للسيد عايش الزمال وردت تدوينات فيسبوك تحمل أسماء أصحابها ولم ينكرها، ندخلش في التفاصيل، تحمل يعني مضمون إقصائي وربما عداء وليس اختلاف لأطراف سياسية وإيديولوجية. ما هي الضمانات أنت دكتور معطر اليوم تملكها لكي يكون العياش الزمال، لكي لا يقوم العياش الزمال بما قام به الأستاذ سعيد عندما ارتد على وعود وناخبيه؟ عندك ثلاثة دقائق والتفاعل، يلا تفضل. الأسئلة هذه كل ما تكفيش ثلاثة دقائق. على كل أولا نحب نلاحظ الصديق لامين اللي هو معناتها اعتبرنا احنا من عام من جماعة 23 واحنا مسؤولين على 25 جويلية إلى غير ذلك. نقول له على كل أنت اخطأت العنوان، أنا شخصيا كنت فرد موقع معاك من 2014 حتى 2021، لكن المرشح متاعك حماد الدايمي هو اللي قعد حتى معناتها 2019 في البرلمان وقعد معناتها المدة هذه الكل، وبالتالي معناتها صحح معلوماتك في هذه النقطة. الثانية أنه عملية الضمانات، وهذه من المغالطات اللي كان يحكي فيها سلامين ومقول لعدم معرفة وعلم، أنه يقول بالنسبة شنو الضمانات بتاع الأصوات هذه، وكان خليتونا نحكيه أن ثم حاجتين مش يعملهم قيس سعيد، هو إما التدليس المادي للصندوق يعني يبدل الأصوات يزيد فيهم ينقص ولا يغيرهم، هذه حالة وهذايا مستحيل حتى ولو ما ثماش مراقبين. أولا بالنسبة للمراقبين، أنا نقول لكم فما بين المغزاوي والعياشي الزمال فما على الأقل 5000 مراقب، وفما ثلاثة منظمات من عتيد ولا غير ذلك مش عم مراقبين، لكن مهما كان هالمراقبين لكن رقم هذا إيه المقارنة بالمساحة كاملة؟ لا عندك 9600 هما مش يوفروهم ال 9600 بما فيه الصحافيين للتدقيق. لك كلمة سامحني، حتى لو كان ما ثماش مراقبين راهو يلزم نعرفوا اللي ما احناش عندناش اعضاء شعب دستوريه في مكاتب الاقتراع، عندنا موظفين ومواطنين توانسه ما عندهم حتى علاقه بالاطراف، هما اللي يسهروا على صندوق الاقتراع ما يجموش يبدلوا، وهما مجبرين على انهم يعلقوا معناتها نتائج الاقتراع في باب المكتب الاقتراع، والا يتعرضوا الى عقوبات سجنيه ينص عليها القانون الانتخابي. وبالتالي هذه الضمانه وقت اللي عملنا الدستور احنا في 2014 عملنا بلوتو القانون الانتخابي، تنبهنا النقاط هذه وعملنا طريقه هي باش تخلي ان الصندوق يبقى نظيف.
وهذا من حسن الحظ اللي قيس سعيد ما مسوش لحد الآن. لكن وين مش يتصرف قيس سعيد؟ وين مش يتصرف؟ مش يتصرف في الوقت اللي نلقاه فارق بين جابة الصناديق واللي هي تتعلق في الأبواب ويعرفها المواطنين الكل وما تعلن عنه الهيئة. الهيئة مش تعلن على ممكن أصوات تختلف على الأصوات الموجودة في الصناديق. علاش؟ ما خاطر مش تفعل الفصل 143 باش تعاقب العيش الزمال. وانا نجيك للعيش الزمال. انت العيش الزمال هدايا يعني تقول انه يعني ما نعرفش الطاقم متاعه ولست ادري لغير راهو العيش الزمال ما هوش محافظ وما هوش متاع عبد الوهاب معتر وما هوش متاع يسار. انا شخصيا انضممت انه هو الاقل. هو يمكن لانه مشروعه السياسي يخرجنا من الوضع الكارثي اللي فيه البلاد هذه، وان امكانيه مساله وضع قيس سعيد على الجانب هو المهمه الوطنيه الحارقه المطلوبه اليوم وغدوه. اللي كان معناتها عايش الزمان ما تعديش في الدوره الاولى يمكن نفكروا باش نمشيو للي بعده الا قيس سعيد. لا، لان الخطر هذاك هو الخطر الحقيقي. لو كل الكل اقل سوء والسياسه هي انك فعلا تشوف في مستوى ما عندك من امكانيات انك تاخذ الاحسن باش تخرج من المازق اللي انت فيه. باقي تقول لي انت هذم معناتها الطاقم تاعه الى غير ذلك. كان العيش الزمان ككل مواطن عرفت ولا مؤخرا؟ نعم. فعلت معك منحتكم دقيقه اضافيه اربع دقائق استاذ، نضيف 30 ثانيه. نعم ايه. 30 ثانيه اي معناتها اللي ثم عملنا الميثاق السياسي اللي فيه تقريبا يرضى عليه كل الاطراف بما فيهم المحافظين ما تحكي عليهم. وقت اللي يقول لك يخرج السجون، يقول لك نرجع للدستور 2014، يقول لك معناتها مش نمشي بالتشاركيه، يقول لك نلغي هالمجال. لا ما قالش دستور 2014 استاذ. لا 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 المعطى الخبر مقدس والتحيه والراي حر. لا قال عام كامل نخدم المراسيم اعتماد 2014 لكن نعمل دستور ظرف سنه. لا مش هذا، لا مش هذا الدستور مش يعملوه جماعة خبراء على قاعدة دستور 2014 مع تعديله في خصوص السلطة التنفيذية. هذا مكتوب حرف، هذا كتبته بيدي، معناته هذا مكتوب. خلينا من الواحد. وعلى كل أنا بالنسبة لي الآن أعطيني من يخرج البلاد من هذا النفق. نعم. يعني ومن هذا الهدف هو أنه خمس دقائق تقريبا أستاذ معطر. الهدف المطلوب هو أنك تخرج من هذه الوضعية. أعطي نفس الوقت أربع دقائق أستاذ أمين، فقط نضيف لك سؤال أستاذ أمين. يقول لك نفس الشيء كما الآن خصوص كنت مع حملة السيد عماد دايمي، يقول لك أنت الأصل لو كنت مبدأي ثم مساجين لمرايحي وغيره أقصوا منذ البداية، يعني المسار منذ البداية وأنت دخلت المعركة هذيك عارف راهو انقلاب، راهو جاب الدبابة، راهو أقصى مساجين. لك الكلمة أستاذ أمين. سيدي الملاحظة الأولى على الأستاذ معطر أن يكف عن الأستاذة، أن يكف عن الأستاذة كأن يعني نجل القانون. لا مانيش متخصصين في القانون، ما نتابع وعندنا محامين وقضاة ونقرأ لهم يومين. معناها النوع هذايا، النوع الأستاذة هذايا نوع من التأثير على السامعين واللي جريماس. يا عبد الوهاب أنا نعرف أنك أرقى من هذا الأمر، يتجاوز أخي. الأمر الآخر أستاذ حسين، أنه لماذا تجرون المشاهدين إلى الحديث عن برنامج الزمال وكأن الرجل سيصل؟ الرجل يعني تقريبا تم معناها مش باش نقول لك ترسانة التشريعات، يعني البلطجة الكاملة لمنع أي حد. أنت علاش أنت شوف المرشح الثاني يعني الثالث معناها السي زهير المغزاوي، أكيد تبعت الندوة اليوم وتبعت الحجم الخروقات والسب والضرب والعنف اللي يواجهه في كل مدينه يمشي لها ولا رقيبه ولا حسيبه. معناها ما ثماش هذايا باش تتحدث على انه رئيس وعدنا وما وعدناش ومرشح كذا. يوم 7 اكتوبر كي تعطيش مليونين صوت ماهوش باش يتعدى الامر. الور قلت لك المعركه السياسيه ما عادتش معركه يعني قانونيه. حبسنا لهنا باش تقول لي استاذ انك انت تقول خروقات وبدات مع لا 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 اللي زرف كذا. انا الناس اللي رسحت للانقلابات، الناس اللي هللت للانقلاب وفرحت به لا نعتبرها يعني تخوض معركه. معناها ربي يفرج عليهم، لكن كلهم مع الانقلاب اللي سميتها ما نحبش نسميهم لانهم في السجون، اما كلهم جاوا مع الانقلاب. بعد ذلك كيف تضرروا معناها يعني فرمهم
بالنسبه لي هم ملف حقوقي ولا اتحدث عنهم سياسيا، اتحدث عن من رفضوا الانقلاب منذ البدايه وترشحوا خارج سقف الانقلاب. معناها الساده المشاهدين اللي جبدوا لك علاش ما بدوش مع الاولين وكذا، هذوكم من منظومه الانقلاب وفرمهم يحلوا مشكلتهم، تعاطفي معاهم تعاطف حقوقي مش تعاطف سياسي. السياسيين اللي سميتهم لك اللي ترشحوا وتم فرمهم رغما عن اراده المحكمه الاداريه. بالتالي نعم. اعود الى يعني الى نقاشنا. نقاشنا استاذ حسين لا نتورط في الحديث ايش وعدنا سي زمال وايش ما وعدناش يعني سي زمال. السؤال هو لماذا يتم معناها التنكيل به ورفضه، معناها ثمانيه انه ما يتعدى حد واضح يعني تقريبا دار الدونسيه والفرضيه هذه اقر بها استاذ معتر. ثم فاصل 143 معدل موجود. اي بمعنى انه انك تواصل وتخوض وهنانا وما هناناش وفرضنا عليه حديث زايد ما عنده حتى معنى. هذا الامر كان يتم لو اننا مشينا في ما سميناه بفرض حق الترشحات، وهنا ننصف لشكون الاكثر والفوتيتيل وشكون هذا وفاء كله، هذا وفاء يعني الحديث اليوم الكل بعيد عن الخزمه، بعيد عن الخزمه. انت اللي قبلت دوس المرشحين هؤلاء يعني اولاد قبلت بالترشح خارج او يعني بالتنقيح في قلب الحمله الانتخابيه، قبلت بالتضحيه بالمحكمه الاداريه، وين ماشي يعني؟ وين ماشي معناها؟ اصبح الامر هنا نوع من المغالطه ليس الا ما عنده حتى بالعكس نوع من تشارك الانقلاب جرائمه، ليس الا ما ثم حتى المعارك خيضت واستوفت اغراضها ويصبح اليوم المقاطعه بالنسبه لنا مقاطعه سياسيه. الشارع كما قلت شارع يعني نخبه السياسيه، كنا نعيش فتنه بين يعني طرفين ومعنى بين طرفين 30 ثانيه استاذ لمين بين طرفين كملت الاستقطاب ضعف وتقريب مات اليوم، يعني ما عادش فيه استقطاب، معناه اصبحت الناس كل تحكي على ضروره استرداد الديمقراطيه بعد ان فرم يعني الجميع. علاش نضحوا بهذا الكل في سبيل يعني اوهام؟ معناها انا اليوم عندي جهوزيه كامله، عندي جهوزيه شعبيه ونخبويه لمواصله المعركه يوم 7 اكتوبر ايا كانت يعني النتائج. ما ثماش علاش نعطيه حاجه، نعطيه يقول لي انت شاركتني وربحتك، يعني انت اعطيته مبرر اخلاقي انك نفذته وما عندك حتى ضمان انك تحمي به اصواتك، وبالتالي هنا انت تساعده وال نعم. كما يقال الجحيم محفوف بالنوايا الحسنه يعني. نعم بالله يا سي حسين اختم 10 ثواني ما زال عندك نهايه. حلقوم 2019 حلقوم 2019 ما تعودهناش الا قيس، الا قيس ماكم قلتوا قبل الا القرويه الا القروي لا، وجاب لنا المنظومه هذه اليوم تعاودوا في نفس خطا 2019. لا لن تمروا، ما عادش تهزونا للحلقوم. نعم نذكر انه اليوم انتهى التصويت في الخارج، انتهى التصويت في الخارج، الناس اللي تصوتت في الخارج، غدوه صمت انتخابي ونهار لحد هو الانتخابات. السادة المشاهدين تابعوا فينا على فيسبوك ويوتيوب تو اكتبونا رايكم، عاد بعد اكثر من ساعه من الحوار اعطونا رايكم، تشارك ولا ما تشاركش،